حبايب قبل ما ابدأ المقطع اتمنى من الكل يشترك بالقناة ويحط زر اللايك، اتمنى هذا الشيء وبس يلا بلش المقطع. الخبر واللي عدنا عن محمد جوان، شنو قصة الجرح اللي بايده؟ فمحمد جوان نزل على سبب الانستغرام هذا البوست، وبهذا البوست كان بهذه الصورة، فأغلب المتابعين لاحظوا انه اكو جرح بايده، فهاي المتابعين صاروا يتوقعون انه هذا الجرح هو على مود بيسان اسماعيل، بما انهم كانوا حبيبين قبل، وحاليا بيسان اسماعيل تقريبا راح تتزوج بعد كم يوم هي وانس الشايب. واما بالنسبه للدليل الثاني على هذا الموضوع، فكل الستوريات صار ينزلها بحسبه بالانستغرام هي نوع من الستوريات عن الخيانه، ستوريات عن الحب، وحط بها قلب مكسور. فما ادري صراحه شنو الموضوع يا حبايب، ولكن هذه الصوره يا حبايب قدامكم، هذا الجرح هو اللي بايده. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع، هل هو الجرح ايده على مود بيسان اسماعيل وانس الشايب او لا. الخبر الثاني اللي عدى عن ماريانا غريب واعترافها بالحب واللي صارت تبكي. ماريانا نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات كانت كاتبه بيها انه هي من كان عمرها 16 سنه لا تسمع هذه الاغنيه كانت تبكي عليها، وان ذكرياتها بدها حرق، وان كانت تبكي وتصرخ على مود ان فكر حبيبها راح يخونها. فاكتبوا لي حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع وشو رايكم بهذا الخبر. الخبر الثالث اللي عدنا عن هيلا تي في واختفائها الغريب. فهيلا تي في صار لها اكثر من اسبوعين غاب عن السوشيال ميديا حاليا، او قطع عن السوشيال ميديا. ففي مقاطعها باليوتيوب صار لها اكثر من اسبوعين اخر مقطع، وبالنسبه لحسابها بالانستغرام فممنوع نزول ستوري من فتره طويله. وما ادري صراحه الموضوع كلش غريب، فهم المتابعين صاروا قلقين انه ممكن هيلا ترجع تقطع لنا على اليوتيوب فتره جديده. ما ادري صراحه خصوصا هي الان ما وضحت اي شيء ولا طلعت بستوري وضحت سبب انقطاع. فاكتبوا الحباب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر شنو توقعاتكم وين هيلا حاليا. الخبر الرابع اللي عاد عن محمد كريم ورد على أميرة ونهاية علاقته وياها. فمحمد كريم نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات صار يوضح بيها نهاية علاقته ويا أميرة، وانهم مستحيل بعد راح يرجعون يصورون ويا بعض. وهو كلام صراحة كلش طبيعي كلش مهم، ما راح اقدر الخص لكم اياه، اتمنى من الكل يشوف الستوريات كامل عمود يفتهم القصة للنهاية علاقتهم كاملة. اوكي اولا السلام عليكم يا الربع. قررت ادوس هاي الدقمة بالانستغرام حاطيها حتى انهي الموضوع. اتمنى تسمعون هذا الستوري كل زين، اوكي، وتاخذون كل الافكار من عنده حتى بعد ما نضل المطمط اكثر بالسالفه، تمام؟ لانه ما ارهم انه انا اضل ساكت وانتم تظلون تاقات 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 وطلباتكم وهاي، وانا هنا بهالمرحله راح اطلع انه انا عبالك مغلس عليكم ما اعرف ايش. المهم انتم ما قاعد تطلبون من عندي انه مثلا محمد انت كانت الصوره مال قناتك حلوه وغيرتها فرجع لنا الصوره، هذا طلب ممكن. وانتم مثلا ما قايلين لي انه مثلا شعرك كان طويل حلو رجع لنا شعرك، تمام؟ كان اراجعه اقدر. انتم قاعد تطلبون من عندي شغله اول شيء خاصه، يعني هاي شغله حياه، يعني مساله حياة شخص، تمام؟ فأنتوا قاعد تطلبون شغلة خاصة، هاي وحدة، يعني هي مو شغلة يوتيوب، مو شغلة شريك باليوتيوب كانت هيك وعابرة انه بس كنت تصور ويا فلان اصور ويا فلان، الشغلة الفكرة مو هنا يا الربع، تمام؟ انا اتفق وياكم انتوا كنتوا تعتبرونه انه احنا كنا سوا كلش حلوين، انا اعترف مو بس كنا حلوين، ممكن كنا احلى اثنين، ادري بهاي السالفه، ادري ما مغلس، انا اعترف انه احنا كنا احلى اثنين حلو باليوتيوب، فيديوهاتنا ما فيديوهاتنا انا اعترف، تمام؟ سوري هالستوري كل شويه يقطع. فهي الشغله مو شغله فيديوهات وبس، الشغله مو شغله نرجع نصور وبس. يا ربع هاي اول شيء شغله شخصيه، تمام؟ ثاني شيء شغله حياه، يعني حياة شخص اللي يعيشها، تمام؟ ومثل ما قلت لكم اعرف انه احنا كنا حلوين سوا، بس ما نقدر، تمام؟ احنا ما نقدر. واذا تردون الصدق، يعني تردون الصدق، يعني منو الغلطان حتى ترتاحون؟ انا الغلطان. تعرفون ليش؟ لانه بشر لا يمي ولا حواليه، ولا فد يوم من الايام طلب من عندي شيء او قال لي غير شيء. انا جاي واقول له غير فلان شيء، غير فلان شيء، هو الغلط من عندي. انا المفروض لو اريد احب شخص، تمام، احبه مثل ما هو على اغلاطه وعلى الصح مالته، تمام؟ بس مشكله الغلط من عندي، انا اعترف الغلط اي. فانا اجي على الشخص ابدي احاول اغير من عنده حتى ابقى وياه، على اساس الغلط كله من عندي؟ على اساس انا دا اغير من شخص سواء للاحسن او للأسوأ؟ على اساس؟ مو من حقي، يعني هسه قعدت دا اصفن واشوف، انا مو من حقي، تمام، انه اغير شخص حتى ابقى وياه. المفروض انا اذا اريد الشخص مثل ما هو، تمام،
اذا اريد ابقى وياه واذا ما اريد من البدايه ما ابقى. فالغلط هذا غلط يا الربع، تمام؟ فانا الغلطان. ومثل ما انتم كنتوا تقولون قبل انه انت كنت تسموها انه حبيبتك تشبهك بكل شيء، تمام؟ فبما انه حبيبتي تشبهني كانت بكل شيء، فانا راسي يابس يعني الشغلات القافل عليها قافل، بما ان هي كانت تشبهني فاكيد هي مقافله، اوكي؟ فما راح نفهم. وراح يجي واحد من عندكم مثلا يقول انه تمام، فيجي واحد من عندكم مثلا يقول طيب اذا تراسك يابس مثلا لين مشي هالمره هاي السالفه ما مشيها. يا ربع هي المشكله انتم ما قاعد تفهمون، هي المشكله مو مشكله صوره وروح تمسح، المشكله مو مشكله كلمه بالفيديو تروح وتتعدى، هذني الشغلات يتعبر. اما من تصير المشكله هنا بالداخل، يعني شغله فكر، اوكي؟ انه اثنين كل واحد فكرهم شكل، انا راح تصير مشكله، تمام؟ واني ارجع واقول انا الغلطان، لان مو من حقي اجي اغير فكر شخص بس في سبيل ارضي رغباتي او ابقى وياه، تمام؟ المفروض كان من البدايه يا اقبل بكل شيء يا من البدايه. اي فاتمنى اذا كنتوا تحبوهم تلغون سالفه التاقات مال ارجع وما ارجع، حاس بكم اني والله وادري بكم يعني مقهورين وهواي سوالف اعرف، تمام؟ بس انه اذا تصدق تحبون الثنائي كنتوا، تمام؟ فخلاص اقطعوا السالفه واتركوا الموضوع، خلي كل واحد من عندنا يعيش براحته، ما يتدخل بالثاني، وهذا الاحسن. لانه اذا تظلون تسوون هيك سالفه ارجع ما ارجع وتاقات وما اعرف ايش، بدون ما تتقصدون انتم راح تاذون طرف او ثاني، تمام؟ فالاحسن انه اوكي يا ربع، الاحسن انه ننهي كل شيء مثل ما قلت لكم، اعتبرونا فص ملح وذاب، تمام؟ طلعت هسه خليني اعطيكم مثال. شايفين هاي النجمايه اللي توقع، هذا الشهب يسمونه هيك الخط الابيض بالسماء يصير بالليل مرات توقع نجمايه، تمام؟ اعتبرونا مثل هذا الشهب مثلا، وهيك شفتونه تمام عجبناكم وهيك ضوينا ما اعرف ايش، ورا هذا النجمه اللي وقعت اختفت وراح كل شيء خلاص. ماكو واحد يقدر يقول رب العالمين عيد لنا اياها عيد لنا اياها، ماكو الا اذا رجع وقع شهب ثاني، تمام؟ فهاي الفكره انه انتم قاعد تطلبون شيء بهذا طلبكم قاعد تاذون طرف من الاطراف، وقاعد تطلبون شيء يعني مو منطقي. يعني وقلت لكم ليش مو منطقي، انه هاي مو صوره مال قناه غيرتها وتعال رجعها، هاي شغله حياه وشغله ولد وبنيه وما اعرف ايش، تمام؟ فارجع واقول بالتوفيق للجميع، واني الشغلات اللي قافل عليها راح اظل قافل عليها قبل وهسه وبعدين وبعد ألف سنه، لو مو اطلع واعيش بروسيا، لو اطلع واعيش بالمريخ، تمام؟ هناك مو بالمريخ غير عالم، انا هذا محمد كريم وهذا هاي نفسيتي، وانا راح ابقى هيك، تمام؟ لو مو عايش بروسيا، لو عايش باي كوكب مجره ثانيه، تمام؟ ف بس يا الربع ان شاء الله تكون فهمتوا الحكي اللي حكيته، و السالفه خلي الاثنين كل واحد يعيش براحته، لانه حل وسط ماكو. لو اكو حل وسط صدقوني كان انا اول واحد اخذته، تمام؟ بس حل وسط ماكو يا الربع. انا ببالي شيء وهي ببالها شيء ثاني، انا مستحيل يعني من المستحيل انه اغيره، وهي الظاهر كذلك انه من المستحيل اتغيره. ف فرصه سعيده وتشرفنا. وبس والله حبايبنا وصلت مقطعات المقطع، عجبكم تحطوا لايك تشتركوا بالقناه تشاركوا فيزياء مقاطع من القصص. مع السلامه حبايب. قبل ما ندي المقطع اتمنى من الكل يشترك بالقناه ويحط زر اللايك، اتمنى هذا الشيء. وبس يلا بلش المقطع.